تفاعل وتواصل تنجموا تكلمونا على 31 379 566، وزيدا وفرنا لكم رقم اخر تنجموا تكلمونا عليه اللي هو 31 379 567. مرحبا بالجميع، كذلك مساجاتكم توصلنا اول باول على الصفحه الرسميه الوحيده راديو كابافي. مرحبا بكم الناس الكل. خلينا نحكيوا على صغيراتنا كما العاده، نخصصوا لهم الوقت الكافي. اليوم باش نحكيوا علاش لازمنا نشجعوا صغيرنا في ممارسه الهوايه نتاعو. حراير تونس، حراير تونس الكل اكيد لازمكم تركزوا تويك على خاطر الموضوع نعرف اللي يهم الامهات ديما اكثر من الرجال شويه فيما يخص الصغير. نحكي مع مدام نيل عميره، نائبه رئيس الهيئه التاسيسيه الوطنيه للجمعيه التونسيه للنهوض بالصحه النفسيه. مرحبا مدام. مرحبا بك حبيبي وكامل الفريق وبالمستمعين. شكرا لك، يعطيك الصحة على طرحك المواضيع، يعطيك الصحة على الاختيار للمواضيع. الحقيقة ديما يجيوا في وقتهم. اليوم نشوفوا في عديد من الأولياء الحقيقة ما همش عاطين الأهمية الكبرى للهواية متاع الصغير متاعهم، وإلا يكون الصغير يحب حاجة ويلقى روحه يقرأ في حاجة، وإلا يخليه يعمل في حاجة أخرى بعيدة على غرامه وبعيدة على الهواية متاعه جملة، وهذه تأثر بالسلب طبعا. نحب نأكد اللي أهمية الهواية تساوي أهمية الدراسة. أوي. وأهمية اكتشافها باكرا تشجع المواهب الموجودة عند الطفل. أوي. أنا أقول لهم لا للضغط للولي باش ما نفضوش عليه هواية أخرى ما يحبهاش هو. خاطر الهواية هذه نتاعو عفوا يستثمرها في دراسته وفي حياته اليومية. دونك دور الأهل هوني في تحفيزها دور هام جدا. يمكن إثراءها بالمطالعة، مثلا أنا مورع بتربية الحيوانات، هواية تربية الحيوانات، نجم نطالع على الحيوانات هذيك ونعرف كيفاش نسير معاهم. وبالمطالعة ولا بالأفلام الوثائقية خليه يطورها الهواية هذه، خاطر هي مستمكنه من مناعته النفسية وتعطيه تقدير للذات وثقة بالنفس. مش تعلموا الهواية هذه، مش تعلموا الخلق والإبداع، تنمية القدرات، تعلموا يحلم ويحقق حلمته، تعلموا برشا قيم أخلاقية منها الصبر المثابرة، مثلا الرفق بالحيوان، وتعلموا الحوار، وتعلموا يقبل الآخر ويخرج من التيميديتي. فما برشا صغار اكتيميد الهواية نتاعو يخرج من التيميديتي هذيك. دونك هوني دور الولي في تحفيزها دور بي، وبربي ما نضغطوش عليه وما نفرضوش عليه احنا حاجة هو ما يحبهاش، خليه هو في هوايته اللي في قرارة نفسه يشعر براحته فيها. فوالا، هي حلمة وأكيد إن شاء الله يحققها على أرض الواقع. الصغير هذاك كي احنا نحفزوه، كي احنا نشجعوه، كي احنا نفيقوا به على بكري، قد كما قلت لي مدام نايل، على قد ما نفيقوا به بكري على قد ما خير، باش نطوروا معاه الموهبة هذيك، باش نعيشوا معاه الحلمة نتاعو، لين بإذن الله نوصلوا سلامات ويحققها على أرض الواقع. ما تقعدوش تضغطوا على صغيراتكم بربي، بالأخص فك اللي ويكاند خليهم يستمتعوا قدر الإمكان باش يمارسوا الحاجة اللي هما يحبوها في وقت الفراغ نتاعهم، وإلا حاجة ما تشدوش راجع 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 راجع، هذا راهو باش ياثر، باش يكره القرايه، باش يولي يهرب من القرايه. هذا الكليك ديما لازمنا نوجهوه للاوليه مدام نيلة. وزاد استعمال وسائل التواصل الاجتماعي في الايجابي، اذا كان يحب يعمل بحث على الهوايه نتاعو يدخل في الانترنت. دونك هوني نوليو نستعمل الاستعمال الايجابي للوسائل التواصل الاجتماعي اللي هي فريمون نتاع عصره، تو ما نجموش نبعدوه على الوسائل التواصل الاجتماعي خاطر نتاع عصره مهما توا. واضح جدا، شكرا لك على اختيارك للموضوع مدام نيلة، يعطيك ألف صحة، إن شاء الله صغيراتنا ديما بخير. شكرا لك، إن شاء الله صغيراتنا نشوفهم ديما في أعلى المراتب. هذاك صغيرك نعرف اللي ساعة ساعة الولي يقول لك هذاك المراية نتاعي، ولدي نشوف فيه في روحي، إن شاء الله الحاجة اللي أنا ما عملتهاش نحبه هو يعملها. ليه؟ أنت عشت الوقت نتاعك، خليه هو توا يعيش هو الوقت نتاعه باش يحقق حلمته، باش يحقق الأفكار نتاعو زاد هو. والعصر غير العصر، والوقت غير الوقت، يعني مش الحاجات اللي احنا عشناهم باش نفرضوا على صغيراتنا باش يعيشوهم. والا ليه انا كنت نحب نكون طبيب، لازمك انت تكون طبيب. ليه هو ما يحبش يكون طبيب، خليه يحب الحاجه اللي هو يحب يعملها، خليه وهو يعملها، وبالاخص بربي فك الحاجات نتاع التوجيه الجامعي، والا التوجيه فيما يخص القرايه اللي باش يقراها، اداب والا علوم والا والا، خليهم هما يختاروا الحاجه اللي هما يحبذوها. راكم على قد ما تحطوهم في حاجه ما يحبوهاش ماهمش باش ينجحوا لكم فيها، خلي ديما الاختيار للصغير نتاعكم، وقدموا له انتم حاجه فقط
الثقة ثم الثقة ثم الثقة. على قد ما تقدم له ثقته في روحه على قد ما هو باش يطور، على قد ما يقول أمي بابا عندهم في الثقة، يعني باش يكون قد الثقة اللي أنت حاطها فيه. دونك ديما باش يقعد يجري أنه يحقق لك الحاجة، النظرة اللي أنت ديما تطمح باش تشوفها صغيرك. احنا موصينا معكم المشوار شوي آخر نحكي وصحة، خليكم في الاستماع. نولي فام.